وقد عقدت ثلاث جلسات نقاشية تناولت الأولى محور التوازن المالي، تحويل التحديات إلى فرص تحقيقا للتطلعات الحكومية برئاسة معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية، وبمشاركة سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شؤون الكهرباء والماء، وسعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وسعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وسعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام. وتناولت الجلسة الثانية محور التطلعات المستقبلية 2019-2022، وجاءت برئاسة سعادة السيد محمد بن إبراهيم المطوع وزير شؤون مجلس الوزراء، بمشاركة معالي وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وسعادة السيد كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، وسعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة الأستاذة هالة محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة. أما الجلسة الثالثة فقد تم الحديث عن محور استمرار تطوير الخدمات الحكومية، حيث ترأس الجلسة سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم، بمشاركة سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان، وسعادة السيد عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، وسعادة السيدة فائقة بن سعيد الصالح وزير الصحة، وسعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب.